أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. ينصح أصحاب الخبرة من القانون دائما ينصحون عملاء البنوك بقراءة كل تعريف وكل بند وعبارة وجملة بعناية فائقة وعدم ترك أي شاردة أو واردة هيك من غير ما نركز عليها أي دون أن نفهم معناها بشكل جيد وتفسيرها حتى تكون كاملة المعلومة عنا. يؤكدون دائما على أنه نقوم بهالخطوة قبل أن يلجأ كل واحد فينا إلى الاقتراض مثلا وإلى توقيع الشيكات حتى نتجنب الكثير من الأمور اللي ممكن أمور قانونية قد نسى عليها كما قلت ولا ننتبه إليها ولا تعنينا في هذه اللحظة ولكن تكون خطأ فادح قد يكلفنا الكثير ويقع فيه الكثير حتى. وبالتالي كيفاش ممكن يقرأ يعني طريقة قراءة العقد، فحبينا نركزوا على هالأخطاء على كيف ممكن نقرأ العقد وكيف ممكن ما نوقع بهالمطبات كمان مرة. معنا في الاستوديو إذن المستشار القانوني الدكتور سيد العنالي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. موضوعنا يعني كالآتي، كيف ممكن ما نغلط وما نعمل أشياء غلط تخلينا ممكن أحيانا السجن يكون ناطرنا وفتح أبوابه لنا، شو أكثر الغلطات اللي ممكن يقع فيها العميل في بنك معين مثلا واللي شفتوها بالخبرة يعني. من أجل الاقتراض يعني المقترض خصوصا المقترض يعني. دائما يعني كثير من البنوك يعملون الاتفاقية خط صغير ما ينقروا 20 صفحة في هذه اللحظة. أنت في هذه هل أنت مطالب أن تقرأ الصفحات الكثيرة هذه ولا بخط صغير وما ينقرأ يقول لي وقع بس على آخر طرف الورقة؟ هذا غالبا ما يحصل. نعم. وما في حد يقراها بشكل عام، فهل هذا خطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو عادة بالنسبة للقروض البنوك عادة كلها حاطة نظام سيستم لها في نظام الاقتراض. نعم. بشروط احنا بنسميها في الناحية القانونية شروط إزعاج. بمعنى ايه؟ ان دي شروط غير قابلة للنقاش والتفاوض. انت قبلت تاخد قرض يبقى احنا بشروطنا احنا كبنك او كمصرف. الشروط دي المفترض ان كل انسان قبل ما يلجأ للاقتراض يشوف ايه البنود ويقراها بتمعن قبل ما يروح. قبل ما يروح دي رقم واحد، لان عادة البنك بيدوا له الورقة انه عشان يوقع عليها او يشوف البنود ايه يقراها، ما فيش مشكلة 10 دقايق او ربع ساعة. ليه؟ لان الخطأ بمجرد ما يوقع اصبح منه تصرف للبنك من الناحية القانونية في القرض، وبالتالي ما فيش مجال للتفاوض او التعديل فيما بعد اذا كان في خطأ او غير خطأ من جهته. ثانيا المقترض دايما بيبقى همه الاساسي والرئيسي انه ياخد قرض او ان البنك يوافق على انه يعطيه القرض. كل المشكله بتاعته عايز القرض باسرع ما يمكن دون النظر الى العواقب اللي هتؤدي الى عدم قراءته للشروط. وبالتالي هل هو يعترض ولا مش هيعترض، خاصه ان معظم البنوك حاطه شروط ومن ضمن هذه الشروط شيك على بياض بيوقع عليه. طب الشيك هنا اصلا ضمان من ناحيه البنك علشان يلتزم بسداد القرض، لكن العكس من الناحيه الواقعيه هو وسيله ضغط من البنك على المقترض كتهديد في اي وقت اذا تخلف عن سداد الاقساط او ما التزمش بالسداد التام للبنك اوتوماتيكيا البنك بيحط المبلغ اللي هو عايزه ويلجا للنيابه او القضاء ويفتح فيه بلاغ ويدخله للسجن علشان يسدد. جعفر حكى عن الخط المكتوب بطريقه هيك احيانا ما بنفهم اللي عم نقراه، وتكون موجود في مكتب مستني انه هم بس انت هم مستنيينك تمضي وانت حاسس انه لازم بسرعه تكمل ويعني ما فيش. انا بقول لحضرتك هو المفترض المقترض يتريس في قراءه الشروط. اذا لا الشروط دي تتناسب معه يوقع، لا تتناسب معه ونظامه واقتراضه وامكانياته ما يوقعش عليه. احيانا مش عارف لو هي تتناسب معه ولا لا، مش عارف لو هو عم بيحطوه بموقف صعب ولا هو الطبيعي. وده انا بقول لحضرتك دي شروط ازعاج من البنك غير قابله للتفاوض، المفترض انه يقراها. ومعظم هذه الشروط اصلا باللغه الانجليزيه وغالبيه الناس ما بتعرفش انجليزي. يا سلام. طيب في هالحاله معناته لابد. وهل البنك، انا ما جربت، البنك يمانع بانك انت تاخذ نسخه من الشروط؟ لا ممكن ياخذ على بياض عادي، ما فيش مشكله عادي. ممكن ياخذ، ممكن يسال المستشار القانوني بتاع البنك، ممكن يسال الموظف المختص الصراف او الكستومر او العميل او الشخص اللي هو مسؤول في البنك داخل البنك هل الشروط دي نظامها ايه وضعها ايه، هو يسال قبل ما يوقع لان مجرد ما بيوقع يعتبر منه تفويض للبنك. ايوه بس انا مثلا بتكلم عن نفسي، لو انا بروح اليوم البنك وبدي قرض ويعطوني هالشروط ما راح اعرف لو هي شروط مناسبه ولا لا، لانه مش مهنتي انه انا يعني بفترض انه اكيد البنك يعني نفس يعني علاقه كيف بيقولوا
ثقة، هناك نعم. ثقة مع هذا البنك. ما أقول لحضرتك ما هذه شروط إذعان غير قابلة للطبيعة، يأخذ صورة من الشروط ويستشير أي مستشار قانون أو مكتب محامي مثلا أي شخص، أي شخص يكون له خبرة بالعمليات المصرفية أو مستشار قانون أو محامي، هل الشروط دي تتناسب معي؟ طيب إيه موضوع الشيك على بياض هذا، هل هو قانونيا يعني يجوز ولا المفروض يتم تحديد القيمة في هذا الشيك؟ أنا استغرب من موقعك أعطيني شيك على بياض، ممكن يحط أي مبلغ، حتى ممكن المبلغ هذا يكون ضعف المبلغ اللي أنا اقترضت منه، وإذا بيحصل في الناحية الواقعية وداخل المحاكم ده صح. طيب هل مفروض أن يكون المصرف المركزي يكون يحدد هذا الموضوع، أن الضمان يكون شيك المبلغ يكون معروف ولا ما تقدر؟ المتعارف عليه هو نعم. ما بيحددش المتعارف عليه. أنا كشخص راح أخذ قرض من داخل البنك، القرض بكم مثلا وليكن بمليون أو نص مليون، نعم. يبقى أعمل الشيك بنص مليون وأكتب في العقد اللي بينه وبين البنك أن يوجد شيك رقمه كذا ضمان لسداد القرض. لأن معظم الناس النهاردة أو قضايا الشيكات 90% إن لم يكن 99% من القضاة لا تعترف بأن هذا الشيك ضمان، بل هو أداة وفاء، وبالتالي الدفع يا الحبس. فبيبقى الشخص المقترض بين نارين، يدفع يتحبس. هلا لما الواحد مثلا بيقسط سيارة وبيحطها شيك، بس يكمل دفعاته دائما بياخذ الشيك ولا احيانا بيخليه بالبنك، وهل هذا خطر؟ هو المفترض اول ما بيسدد بياخذ الشيك مفروض، بس هو ما بينعمل بس هيك غالبية الناس بتبقى زي ما انت تفضلت بتقول ان في ثقة، لكن الثقة مش في الاوراق زي دي. المفترض انا دفعت اخذ الشيك بتاعي وتأكد ان ده توقيعي وشيكي. بس تعرف شو اللي بيخوف؟ يعني لو بتحكي هيك يعني احنا مشكلة الثقة، بالتالي لو انا عندي رصيد في البنك، لو انا مش متابعة كل مرة في بياناتي وكشوف كشف الحساب وهيك، ممكن هالبنك يكون عم بيسحب من 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 مصاري مصريتي. يعني هناك مشكلة كبيرة لو ما في ثقة. نعم نعم. صح ولا نعم. غلط؟ هو في بعض السيستم الحساب المصرفي للبنك، ان غالبية الموظفين في البنك بيجيب عملاء او مقترضين، وبالتالي العمليه الحسابيه بالنسبه للفايده والرسوم الاداريه اللي بيسموها رسوم اداريه، العميل او المقترض ما بيعرفهاش. صح. هو كل همه ال 100,000 درهم اللي هي القرض او المليون مثلا او اي مبلغ هو مقترضه. لكن في مصاريف اداريه ونسريات وفوائد هو ما يعرفهاش، بتتحسب ازاي عمليه حسابيه داخل البنك طبقا لسياسه البنك؟ هل الفايده 4%؟ هل 5؟ هل 12؟ هل 9؟ هل 25%؟ زائد اللي هي فوائد حاجه اسمها التاخير في دفع الاقساط، دي العميل ما بيعرفهاش، دي داخل البنك. ولذلك احنا بنلجا لعميل حاجه اسمها عمليه ايه، رفع دعوه محاسبه مع البنك. بننتدب فيها حاجه اسمها خبير حسابي مصرفي. اوكي. بين العميل وبين البنك، يجيب القرض والشيكات والفلوس اللي دفعها قد ايه، ويعمل حاجه اسمها كشف حساب وعمليه حسابيه، انتوا حطيتوا فايده كام ومصاريف اداريه ليه؟ كتير منها بتنزل النص إن لم يكن كلها، لأن بيبقى فيه مغالاة. ما هي دي مشكلة من العميل نفسه، إن ما بيعرفش الفايدة قد إيه، المصروفات الإدارية قد إيه، الفوائد التأخيرة قد إيه، في حالة التأخير عن سداد قسط واحدة قد إيه، إيه الغرامات اللي بتتحط عليه ما يعرفش. تستغرب بعض البنوك تحط غرامة للسداد المبكر. متأخر ولا مبكر؟ لا متأخر. مبكر. لا مبكر. أحيانا أنا مثلا أسدد يعطوك غرامة يعني بتسكر انت القرض، مع ان ده مفترض العكس. ايه مفترض العكس. طيب ليش؟ انا استغربت بعض البنوك يقول لك لا انت ما سددت لانه هو خسر الفوائد البنك. انا الحين مثلا اخذت نص مليون، بعد شهر قدرت انا اسدد النص مليون اللي اخذتها، يقول لك لا تدفع زياده غرامه انك انت سددت لانك انت الفائده ما اعطتنا اياها. المفترض العكس، المفترض ان البنك يشكر العميل ويسدد له المبلغ مبكرا بدون اي خساره. لان هو كده يعتبر ليه مكسب للبنك، هو البنك بس هو البنك يمكن اعتبار ليه سياسه معينه او ليه سيستم معين في القوانين عندهم او اللوائح بتاعتهم الداخليه. احنا سددت ايه؟ احنا يقول الافضل انك خليك على انت عندك الفلوس، لك انا خليك على هذا على اساس ان احنا ما نحسب عليك غرامه. ومستفيدين في نفس الوقت في الحالتين هم مستفيدين. مستفيدين، اخذوا غرامه في السداد مبكر، واذا انت ما سددت مبكرا. هو المفترض حضرتك ان اي شخص او اي عميل مقترض إذا راح البنك ياخد مثلا قرض، يكون هو هدفه إيه القرض؟ عايز القرض ليه؟ وإيه أهدافه؟ وإيه الأرباح اللي هيتحقق من خلال هذا القرض؟ وهل هو عنده إمكانيات هيسدد هذا القرض؟ ضماناته إيه؟ طيب هيقدر يسدد من خلال جهة عمله؟ من خلال استثمارات عنده، مشاريع استثمارية؟ هيلتزم بالسداد؟ إذا ما لا قدر الله حصلت ظروف
خارجية عن إرادته أو شيء زي البورصة أو الأسعار أو شيء مثلا معين نزلت الفلوس أو المبلغ المالي، هيقدر يسدد هذه المبالغ؟ هيبقى فيه التزامات ولا هيجي في النهاية البنك يشتكيه بالشيك ويبقى قدامه بين نارين زي ما بيقول، يا الدفع يا الحبس؟ احيانا مثلا حتى تاخذ قرض وغالبا ما لازم يكون عندهم بروف انه في استقرار وظيفي، عندك معاش كل شهر وهيك، فيتم تقديم القرض على هالاساس وبعدها يصير اي خلل، ممكن واحد يفقد وظيفته، شو بيصير بهيك حاله؟ عفوا شو بيصير بهيك حاله؟ الغالبيه اصل هنا في تفرقه بين الاخوه المواطنين والاخوه الوافدين. تفضل كمل. الاخوه الوافدين ان طبعا المفترض ان البنك اذا بيعطي للعميل قرض المفترض يشوف مدة خدمته قد ايه، راتبه قد ايه، هل هو عنده امكانيات يسدد ولا لا، خاصة ان الغالبية في نظام استثمارات غير مربحة ووهمية ما بيقدرش يسدد، فبالتالي بيدخل السجن وبيترحل. ده بالنسبة للوافدين، وفي بعضهم بيسدد. اما بالنسبة للأخوة المواطنين في جزئيات معينة لهم خاصة بهم، ان هو بجهة عمله مدة خدمته قد ايه، راتبه قد ايه، هيقدر يسدد على دفعات ولا لا. المفترض هو اللي يقدر يحدد، هو العميل نفسه اللي بيحدد. اعتقد المصرف المركزي عمل ضوابط الان بالنسبه للاقتراض حاليا، في سقف معين وفي هناك فتره سداد لا تتجاوز 4 سنوات. صحيح اعتقد صحيح. شو عندك فكره لو تشرح لنا عن الضوابط الجديده اللي اقامها البنك المركزي دلوقتي بما له من سلطه رقابيه على البنوك كلها العامله بالدوله؟ حطوا شروط لما لاحظ ان في عمليات كتير الناس مش قادره تسدد، وخاصه الضمانات اللي بيقدموها مش كافيه، خاصه يعني عفوا في ناس بتاخد مبالغ خياليه وراتبه او دخله الشهري ضعيف، مش أو خاصه اذا كان متزوج او وراه التزامات او وراه مثلا استثمارات او عمال او ما شابه ذلك. فالبنك المركزي تدخل لضبط هذه الامور كلها، بيدي دلوقتي انت عايز تاخد قرض يشوف راتبه قد ايه، خدمته قد ايه، التزاماته هل هو ليه سوابق قبل كده ولا لا. الامور دي كلها بيقدر يحددها البنك المركزي في خلال مده معينه، يسدد قد ايه وفوائده قد ايه. بس هي المشكله كلها بتبقى الشكل على بيان، دي اللي احنا اتكلمنا فيها بالنسبه للمحاكم. لا يعني المفترض حتى لو هو هيوقع شيك على بياض المفترض يسجله له في عقد الاتفاق، لكن ده ما بيحصلش من الناحيه العمليه، ما بيحصلش. والمفترض هو البنك المركزي يتدخل، لان الشيك ده اساسا كضمانه اساسيه لسداد القرض. طيب هو لما يجي يسدد القرض ده ودخله غير متناسب مع القرض اللي خده، يبقى ده خطا البنك مش خطا العميل. فالقضاء كيف ينظر لها؟ يكون مع العميل ولا مع البنك في هالحاله؟ هو القضاء بيطبق قانون. يعني القضاء يعني هو القاضي بيبقى عارف ان الشيك ضمان وعارف ان ده قرض، لان البنك ما بيدخلش في نظام شراكه في ارباح او عمليات تجاريه مع الشخص العميل. لا هو بيعطيه مبلغ نقدي صح بيسدده على اقساط، فهو عارف ان الشيك ضمان، ومع ذلك بيحكم ان هو شيك ائتمان وبالتالي بيديله عقوبه الحبس او السداد، وعارف ومتاكد. بس ما يقدرش، هو بيطبق قانون، يقول لك انا بطبق قانون وده الصح، عشان كوسيله ضغط على الشخص. لان لو اعتبر القاضي ده شيك ضمان، يعني عفوا كل العملاء والمقترضين اساسا هيتاخروا في السداد. يعني حتى ننهي الفقره، شو ممكن نقول للمشاهد اللي عم يحضرنا ينتبه من شو حتى بس ننهي فقرتنا؟ المفترض المقترض قبل ما يقترض، معلش عفوا، يكون حاطط هدف للاقتراض. ايه اللي هو عايز يقترض ليه؟ مش اسباب تافهه، وهيصرفه في ايه؟ نعم. وكيف هيسدد؟ وكيف هو يسدد وظيفته؟ وينظر للمستوى الاجتماعي بتاعه واسرته واولاده، واذا كان عنده دخل ثاني الحاله الاقتصاديه بتاعته هو هيقدر يسدد قد ايه وعلى فترات ايه والتزاماته ايه، بحيث ما يجيش في لا سمح الله في مطب او في مشكله، ويعني زي ما بيقولوا ان هو يرجع يقول يا ريتني ما خدت القرض ثاني. لان بيحصل كتير مشاكل من الناس وبتؤثر على الاسره. الزوج بيدخل السجن فبيحصل فيه انفصال وطلاق والتشرد الاول. شكرا دكتور سيد العنالي على حضورك معنا. يعني فهمتوا تقريبا صعوبة هالموقف اللي احنا فيه، لانه البنوك بتضل هي البنوك واحنا بنضل عملاء عند هالبنوك، ومش كنا عندنا الخبرة الكافية، فقد ما فينا نقرا اللي قدامنا الورق بانتباه، وممكن نخلي حدا يساعدنا حتى ما نفوت بالحيط مثل ما يقال احيانا.